هل ممكن فاهماني؟ يوصل لأمراض جسمية يا دكتور؟ كنت قريت عن حاجة زي دي، إنه يعني ألم، في صداع، لا، هم مغص. اللي عملوا دراسات عن الموضوع بتاع انشغال الاهالي بالسوشيال ميديا، لاحظوا انه ابناء الاسر الامهات اللي بينشغلوا اكتر عندهم اصابات جسديه، أيوة، هي دي اللي أنا مش أقصد، يعني امراض جسديه، زي اصابات جسديه. يعني ليه؟ يأذوا نفسهم. بيؤذوا نفسهم، بيعوروا نفسهم وهي مش واخده بالها. فلاحظوا انه من ضمن الحاجات اللي بتحصل لهؤلاء الاطفال انهم بيتعوروا، بيتصابوا، بيقعوا، علشان الام مش مشغوله ومش مركزه طب معاهم. وهم بيعملوا كده عن عمد، لا ولا خالص، مين اللي بيعمله؟ الولاد لا يقعوا طبعا، علشان يلفتوا النظر؟ لا، هو اللي هي مش واخده بالها منه، مش واخده بالها يعني منه. هي سرحانه. اهمال الام جريمه وهي مش واخده بالها هي مش واخده منها بالها، تدري. فبيقع. فاكتشفوا انه الام اللي بتقعد على السوشيال ميديا كتير الابناء بقى عندهم اصابات دكتور، هي جسديه. انا لو انا ام بقعد على السوشيال ميديا كتير، وانا حاسه ان انا هنا بلاقي نفسي، ما بلاقيش نفسي مع العيال، ما عنديش الطاقه دي، انا بهرب من كل حاجه اللي هنا، انا اللي عندي هنا مشكله. طبعا فالمفروض ممكن تكون تعمل في ايه؟ مشكلة مع الزوج كمان اصلا. اولا لازم تعمل وقفة مع نفسها، توقف تماما. طبعا احنا عارفين انه في ادمان سوشيال ميديا دلوقتي. لو هي عندها مشكلة بقى انها مش قادرة تعمل الحكاية دي، لازم تروح تتعالج. لكن لو هي قادرة، لازم ما تتعاملش مع الموضوع ببساطة، ولازم تاخد موقف مع نفسها. وزي ما قلنا احنا بنلعب مع بعض، ما فيش سوشيال ميديا، انا مضطر ان انا ابعت رسالة او ارد على التليفون، اما انه في وقت تاني او بستأذن الطفل لحظة واحدة، يا حبيبي هنعمل كذا نظام بتاع وقواعد. كلام بشكل صارم. ولازم نعرف ان احنا، لا احنا مش بنقول كلام من عندنا، احنا بنتكلم على ناس درست الكلام ده.